مساء الخير جميعا. بخصوص التضخم في مصر وبيان البنك المركزي الأخير بتراجع معدلات التضخم على أساس سنوي وعلى أساس شهري، لازم نفهم يعني ايه التضخم الأول ببساطة كده للناس، إن احنا بنتكلم في تغير المستوى العام للأسعار. بمعنى النهاردة لو بتكلم على أساس سنوي، يعني لو النهاردة احنا في شهر إبريل السنة اللي فاتت، من شهر إبريل يعني من إبريل السنة اللي فاتت للسنة دي، حصل تغير على المستوى العام للأسعار في خلال سنة شكله إزاي؟ في شكل متوسطات يعني. لو بنتكلم على أساس شهري، فبنقارن إبريل مثلا بمارس من نفس السنة، يعني الشهر ده بالشهر اللي فات، تغير مستوى العام للأسعار الخاصة بالمستهلكين، وغالبا بيضم معظم المنتجات الغذائية والخضار والفاكهة، يعني معظم الأسعار اللي بتندرج تحت في حساب هذا المعدل هي أسعار الخضار والفاكهة والمنتجات الغذائية، يعني معظمها في المجال ده. فده حاجة تهم المستهلك المصري بشكل عام والمواطن المصري بشكل عام، لأن هو بيبص النهاردة أنا اشتريت كام بالجنيه، الجنيه كان بيجيب كام، بيجيب كام النهاردة. فلو سعر المنتج قل أكيد هيأثر عليا وأنا بشتري الحاجة في مجمل السلة بتاعتي، سلة المنتجات اللي بشتريها في خلال الشهر أو في خلال مدة معينة.